مرحبا طلاب، اليوم محاضرتنا عن قيمة الـ Eddy Value Number. شنو قيمة الـ Eddy Value Number؟ اللي هي قيمة الشفافية اللي موجودة بالعدسة. سابقا أخذنا العدسات، وأول عدسة أخذناها اللي هي CR39، أخذنا معامل انكسارها اللي هو 1.499، ولها قيمة Eddy Value هي 58. الـ 58 تعتبر هي قيمة جيدة، لأنه القيمة الطبيعية لقيمة الـ Eddy Value لعين الإنسان تتراوح يعني من 40 41 تقريبا، فأي رقم فوق 40 قيمة الـ Eddy Value الموجودة بالعدسة يعتبرها عدسة جيدة من ناحية الشفافية. نجي إلى الترايفكس. الترايفكس قلنا بوقتها هي شنو؟ قيمة المعامل الانكسار مالتها 1.53، شوفوا الـ Eddy Value مالتها هو من 43 إلى 45%. عندك العدسات الهاي اندكس، شوفونا العدسات الهاي اندكس اللي هو 1.61 أو 1.67 أو 1.74، اللي هم معامل انكساراتهم هذه اللي هي مذكورة 1.61 أو 1.67 أو 1.74. هذه شو تكون العدسات؟ تكون قيمة الـ Eddy Value مالتها شوفوها سيئة، 36 عندك 32 إلى 36 بالـ 1.67 بالـ 1.74 من 32 إلى 36، شوفوا كلها جو الـ 40. إذا معناها أنه العدسات لما تصبح مضغوطة صح معامل انكسارها يصير عالي، وكل ما يعلى معامل انكسار يقل السمك، لكن قيمة الـ Eddy Value شوفوها يعني صار بيها قلت قيمة الـ Eddy Value. هاي هم راح أعيدها، هنا صار 36 بالـ 1.61 و 1.67 صار 32 إلى 36 و 1.74 صار 32 إلى 36. إذن قيمة الـ Eddy Value تصبح قيمة قليلة في العدسات ذات معامل انكسار العالي المضغوطة، بس كإندكس كمعامل انكسار هو صح يعلى، بس المشكلة بالـ Eddy Value يقل. بس هذا اللي اريد تفهمه زين. عدسات البولي كاربونيت بوقتها حكينا عليها وقلنا خلينا نشوف البولي كاربونيت شنو صار فيها. البولي كاربونيت 1.58 معامل انكسارها، اوكي شوف الـ Eddy Value مالتها ايش قد 30، اذا معناها عدسه سيئه جدا من ناحيه الشفافيه. اوكي زين، نجي الى الزجاج الكراون 1.523 معامل انكساره، شوفوا ايش قد قيمة الشفافية 59، معناها ممتاز جدا جدا من ناحية الشفافية، لأنه قيمة عين الإنسان قيمة الشفافية في عين الإنسان هي 40، فأي رقم فوق ال 40 يعتبر أنه عدسة جيدة من ناحية الشفافية. عندنا الفلنت، نوع من الزجاج الفلنت اللي 1.621، شوفوا هماتين قيمة الشفافية بي كلش عالية اللي هي 59، إذا معناها قيمة الـ Eddy Value هي قيمة ما تعتمد على مواصفات العدسة، تعتمد على مادة العدسة. ومثل ما قلناها إذا هسه عندي أفضل العدسات من ناحية الـ Eddy Value هي العدسات CR39 اللي هي 58 قيمة الـ Eddy Value مالتها، والترايفكس تعتبر جيدة 43 لـ 45 لأن هي فوق الـ 40، وعندنا أيضا العدسات الكراون جلاس يعني زجاج الكراون والفلنت همات الـ Eddy Value مالتها 59، إذا هذول كليتهم يعتبرون هم فوق درجة عين الإنسان اللي هي قيمة الـ Eddy Value لعين الإنسان هي 40%. وهاي القياسات أنا ما أريد أدوخكم بها، لأنه هذه مادة فيزيائية، إحنا ناخذ بس الأشياء اللي نستفاد من عندها بالعدسات. أخاف يوم من الأيام يجي واحد يقول شنو الـ Eddy Value؟ هو مقياس شفافية العدسة، شنو الأرقام هذه نحفظها ونمضيها، ماكو داعي شلون طلع كل رقم، سووا قوانين فيزياء وكذا وهاي الأمور. فهذا هو السهل المختصر لكم زين. تبقى شلون يجينا مثلا أنا أسألكم بيه، مثلا أقول لك هاي العدسة مثلا CR39 ايش قد معامل انكسارها؟ تقول لي كذا، او ايش قد الـ Eddy Value مالتها كذا، يعني بهالطريقة أكيد راح تجي هي فقط لغة الأرقام. إن شاء الله أتمنى لكم كل الموفقين والنجاح إن شاء الله. تحياتنا أستاذ علام.